بأقاليم ورزازات زقورة وتنغير. اهتز الرأي العام المحلي على وقع جرائم نصب واحتيال ارتكبتهم عصابة لمدة 10 سنوات. العصابة كتوهم ضحاياها بقدرتها على استخراج الكنوز وكتوعدهم بمستوى مادي أفضل، الشيء اللي كيخلي الضحايا ينساعوا الأوامرها ويحقوا جميع مطالبها، وكل هذا في سبيل معانقة الكنز الوهمي. الحاج هو زعيم العصابة والعقل المدبر لجميع الخطط والحية اللي كيتم وضعها من أجل إيقاع بالضحايا، لكنه دائما خفي على الأنظار وكيكتفي فقط بالاتصال بالضحايا وإقناعهم بفكرة الكنز الوهمي. تعتمد أيضا على الوازع الديني وعلى الخطاب الديني، لأن المنطقة ديال يعني هاد المناطق ديال الجنوب الشرقي اللي فيها واحد نسيج اجتماعي، فيها الخصائص قبلية معينة أنهم يستقبلوا الضيف، النية ومجموعة من المسائل، أولا تيتصلوا بالضحية ديالهم، هذا الرئيس ديال العصابة تعرف براسه بأنه حاج عنده مدرسة قرآنية والورع والتقوى، وأن الضحية عنده واحد الكنز مثلا في المنطقة ديالو. من طبيعة الحال تيطلبوا منه أنه فقط يتعاون معهم، وتيوهموه هنا تيوهموه أنه غادي يكتسب واحد المال من هذا الكنز هذا، وأن المستقبل ديالو الوضعية ديالو الاجتماعية غيكون من الأثرياء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. أسيدنا، واش عرفتوا على جماعتكم؟ راه شحال هادي ما تحركنا وما جبتوا لي والو، بغيت نعرف اش درتوا. مرحبا الحاج عبد الله، كلامك زين. كاين شي حاجه سيدي؟ السي الحاج ابراهيم راه عنده ما يعاون. عندك شي حاجه سيدي ابراهيم؟ اسيدي كان واحد السيد يبشركم بالخير، بشرتينا وما خصو تا خير، لاباس عليه. هادشي البهيم اللي ما عنده ما عمري شفتو ما عند شي واحد، ولكن العقل الله يجيب. ونيا يا عمام. نيا الدجاجه كان زعما ما كاينش. هذا التليفون. ايوا سيدي الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير. شتي علينا الله يجازيك بخير، الله يلعب فيك. هادشي مضبوط. الله يرحمك الوالدين. ويا ودي سي ابراهيم الله يستر عليك. هكاك بغيت بسم الله. تبارك الله واحد الهمزه. الله يجازيك بخير. العصابة كتميز بقدرة كبيرة من الذكاء في صياغة الحيل بطريقة شيطانية، وكانوا أفرادها كياخذوا الوقت الكافي في التخطيط تفاديا لأي خطأ ممكن يثير شبهات. تعتمدوا على التخطيط، التخطيط يقدر يكون يمتد ذاك التخطيط شهور باش ينصبوا على واحد الضحية معينة، على حساب التصريحات ديال الضحايا. وهذه التصريحات هذه رغم أن الضحايا تكون في أماكن اللي هي مختلفة ومتباعدة، إلا أن الأساليب تقريبا تتشابه. أول أمر تيديروا واحد يمكن نسميه الروبيراج أو الكاشف أو الاختيار الضحية ديالهم. بعد ما يجمعوا عليه المعلومات ويعني تيشتارطوا أو تيفضلوا أن الضحية يكون مستوى تعليمي متوسط او بسيط او لا مقاريش، وتكون عنده واحد ثقافه شعبيه. تيحاولوا ايضا انه ما يكونش عنده علاقه مع ما يكونش عنده شي واحد من الافراد ديالو عامل تيعمل في الشرطه او في الدراك او السلطه المحليه وعنده علاقه باش ما يتفضحوش. وتيشوفوا ايضا انه يكون عنده واحد المستوى مادي، يعني عنده الفلوس. قبل أي عملية نصب، أفراد العصابة يقوموا بجميع الترتيبات والتحضيرات اللي كتخلي عملياتهم تتم على أكمل وجه وفي ظروف ملائمة. وكانوا كيختاروا دائما منطقة تفرتين باش يدفنوا فيها الكنز المزعوم، وتكون هي مسرح لجميع جرائمهم.
هاد الافراد ديال العصابه تيعتمدوا على الدقه ديالهم في اختيار الاماكن وفي ايضا في التنقلات ديالهم باش ما يثيروش الشبهات، وبعض الاحيان تيعتمدوا على العامل ديال المباغته او المفاجاه. مثلا تيخبروا الضحيه تيقول له خصك تكون واجد وقت ما عندنا الوقت غادي نتصلوا بك، خلي البورطابل ديالك مشعول. الو السلام عليكم، كي داير مولاي؟ بخير صحه لاباس؟ هانيا شكون معك؟ الحاج عبد الله ملك نوزة. كيفاش شكون عطاني النمره ديالك؟ عطاني واحد السيد صديق ديالك. اش بغيت عندك؟ وقال لي عندك شي امانه في الارض. كيفاش؟ ايه قالوا راه غنكذب عليك، حكون ما عرفتش بان عندك امانه ما نقولهاش لك. دابا بغينا خير باش تعاوننا، الله يجازيك بخير، والمهم راه غادي نجبدوها وراه فيها الخير لينا وليك. نعم واش انا غير والله هذيك السلعه السي عبد الله استفسر راه تنهضر معاك معقول. نعم اي يا سيدي راه معقول اللي كنهضر معاك، وغادي ان شاء الله غادي تنفع انت ونتنفع حنا، والمهم غادي المهم انت غتورينا غير الارض ديالك ان شاء الله، ونمشيو تما ونوريك الامانه. من دابا واحد اليومين ان شاء الله راه غادي يتصل بك السيد وغادي يجي عندك صافي ان شاء الله. الله يرحم الوالدين. هادي الله يعاون، الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا ان شاء الله. من بعد شهرين من الاتصالات المتكررة استطاع الحاج بمهارته الخاصة إقناع الضحية الأولى بفكرة الكنز المزعوم، واتفق معهم على الترتيبات الأولية لاستخراج الكنز. واحد المرة اتصل بيا داك الحاج قال لي راه سميتي الحاج اللي عندي مدرسة قرآنية في تفرود نومن، أنا واحد ديال أكادير. قال لي راه كاين واحد الأمانة ما عندكم راه خصك تعاون معنا. قال له ودي أنا ما رانيش مع داك الشيء. شكون فين لقيتي النمرة ديالي؟ قال لي ودي راه عطاها لي واحد صاحبك راه سميتو إبراهيم. قلت له راه شحال من واحد كنعرفو سميتو إبراهيم. المهم ما قبلتلوش، تبعني في التليفون شهرين حتى قبلتلو. قال لي راه غادي نصيفط لك ولدي وفقيه. الطمع والجشع غيخلي الضحية الثانية أي عمر يخضع لكلام الحاج اللي تمكن من نزع الموافقة ديالو في مساعدته في استخراج الكنز. ولي معاك؟ الحاج هذا اللي معاك. يا كلشي بخير. مرحبا سيدي. شنو؟ كنز؟ ما خوش أنا نقول لك هادشي شوية بيزار، ما تنأمش بهادشي شوية. لا 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 ما كنصدقو هادشي من خافو ولا من لله. أنا واحد الأمانة ما كنديروش البلاد ديالك. عيط عليا داك السيد من داك الفقيه من تيزنيت، قال لي راني في تيزنيت. قلت الله يرحمه يدينا شكون انت؟ قال لي كان في تيزنيت. قلت لك انا في تيزنيت في المدرسه ديال الخميس في تيزنيت. قلت له مشرفين النعاس. شكون اللي عطاك السيد الله يرحمه شكون اللي عطاك النمره ديالي؟ قال لك عطاها لي واحد السيد كنت خدام معاه في كماسه وخدام معاه في بوازار وخدام معاه في البليده. قلت له شكون هذا؟ راه عطا الله ما عامل خدام. قال لك سميتو عبد الرحمن يغمور. قلت له كنعرفو اللي كان. المهم راه كان عندك واحد الامانه. قلت له اش من امانه كاينه عندي؟ واش سرقتها في الشركه؟ واش الشركه اللي دعات؟ قال لك لا ماشي الشركه اللي دعاتك انت، جلال انت الله يعمرها دار ماشي ما كتسرقش. قلت له اسدي ما عمرت. قال لك راه كان عندك واحد الامانه في البلاد، غادي نجي نشوفها، غادي نزيفت ولدي باش يشوفها. قلت له اش من امانه؟ قال لك واخا. قال لي واخا. وقضيه اخرى ايضا هي العامل ديال السريه، تيطلبوا من الضحايا ديالهم انه يستعنوا بقضاء الحوائج بالسر والكتمان، وان باش تنجح هذا الامر ما خص الناس يسوقوا الاخبار. من بعد ما تكتمل الخطه ديالهم تتجي المرحله ديال التنفيذ.
الضحيه الاولى غيلتقي بالمريدين ديال الحاج اللي غيستطعوا بالهندان ديالهم وكلامهم يقنعوه بانهم فقهاء، وباش ما يخليوش ليه ذره ديال الشك في كلامهم غادي يحاولوا يلعبوا ليه على الجانب الروحاني ويحلفوا ليه على المصحف. مرحبا بك الحاج. مرحبا سي الحسن، بارك الله فيك. مزيانين، مرحبا بكم. مرحبا، اش حب الخاطر بعدا؟ وما تكلف على راسك. لا ولا تشربوا شي حاجه. لا ولا تشربوا شي حاجه. شي براد ديالك ان شاء الله. وانت ان شاء الله مرحبا. السي كمال شي براد؟ الله يجازيك بخير. ياك بخير ماشي مزيانين انت سي الحاج؟ هذاك الشيء ما تنامن به. الله يهديك. الله يا ولدي، الحاج هذاك الشيء ما تنامن به. ديك البركه هي ديال الله تعالى. أيه. راه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. حنا راه ما جيناش نغشوك السي سعيد، ولا جينا داك الشيء. حنا راه البركه ديال الله هذيك بهالين الله منك تعاون معنا فيها. شوف اسيدي، شوف اسيدي، ها كتاب الله بيناتنا سعيد، ها كتاب الله عاد الله بيناتنا. راه ما يكون هي الخير ان شاء الله. لا اله الا الله، ما يكون هي الخير ان شاء الله. حكيت كل نيه صادقه وكل معقول، راه ما يكون هي الخير ان شاء الله. لا اله الا الله، بسم الله. ما خليتيني ما نقول اودي الحاج. الله بسم الله. صافي ولدو والمساعد ديالو الفقيه جاو عندي الواد المالح نهار الاحد. مشيت معاهم للقهوه، جلسنا، قالوا لي ودي عهد الله، عجب دور المصحف حط عليه يدي كل واحد عهد الله، قال لك راه ما نغدروش فيك. مشينا للمنطقه اللي كانت حدا الدوار ديالنا سميتو اسوان. بسم الله. انت السي عبد الصادق؟ لا لا انا ما قد نحكي. بسم الله. انا ما قد نحكي انت شي ديال بسالي تكلم الحفير. انا ما قد بسم الله. بسم الله. عملية الحفر اللي غيقوم بها الفقيه مع عبد الصادق ما هي إلا بداية القصة، غتكون نهايتها جد درامية. فالفقيه بالمكر ديالو وبدهائه غادي يستطع يوهم الضحية أن الكنز حول من ديك المنطقة وصبح بمنطقة تفرتين. كل الضحايا تيقولوا أنه في المرحلة ديال التنفيذ ملي تيجيو الأفراد ديال العصابة تيحاولوا يقلبوا على الكنز في الدار او في شي منطقه معينه، تجي مرحله اخرى تيطلون تيقول لي راه عندنا واحد التقييده ان الكنز ما كاينش هنا في الدار، راه كاين في واحد المنطقه على برا ديال الورزازات، خصنا نمشيو ليها وغادي نديو السياره، ولكن خصنا ننتقلوا بالليل، وحتى واحد ما يسيق لنا الخبر، يعني يعتمدوا على العامل ديال السريه. عاد قال لي المهم راه كاينه البلاصه الفلانيه غنمشيو لها، راه واحد الروضه ديال اليهود ديوان. قال لك المهم ما يرسل شوف لنا البلاصه انت، وديك الساعات من بعد غادي نصيفط لك السيده غيمشي معاك. دي واخا المهم نعت ليا مشيت. المهم عاد رديت عليه الخبر في الثاني، المهم قال لي راه كاينه بين واحد جوج شجرات. فجاه السيد مشيت معاه، المهم كيقلب، قال لك راه هنا البلاصه الفلانيه. فلاشي جا لها، جا كيقلب المقا واحد اللوحه، قال لك راه مفتاح هذا الخزنه راه كاين في تفرتين. وكان عبد الصادق اكبر مثال لحسن الضيافه والطيبوبه اللي كتعرف بها ساكنة ورزازات. مرحبا بك. مرحبا بك. الله يبارك فيك. مرحبا بك، راه وصلنا عليك الحاج مزيان. الله يفيك، سمحنا عذبناك. والله ما كاين حتى مشكل. الله لا مرحبا. على مرحبا وسعد. مرحبا مرحبا. والله لا مرحبا بك. بارك الله. خذ شرب شي حاجه. والله الا بارك الله فيك، نشربوا وناكلوا ان شاء الله تعالى عندي في الدار. الله يرحمك الوالدين. والله العظيم. لا بارك الله فيك. لا والله ما تخلص. لا ما تخلص، لا عليك ما تخلص. راك ضيف عندي. الله يخلصها، بيتي 3 ايام.
راك ضيف عندي صافي. لا لا شكون اللي سولتي بهم؟ لا ماشي مشكل، هذه اخر مره الله يجزيك بخير. ايام صيفط لي هذاك السيد، مشيت قلت ليه في الطريق زيتو بالموتور حتى الدار تهليت فيه كل عاش شرب. قال لي كاب توري لينا واحد الوالي كاين حداكم هنا. قلت له اش فيه في هذاك الوالي؟ قال لي كاين في واحد الصندوق ديال الذهب. قلت له دير هذاك الشيء محال محال، هذاك الشيء واش كاين؟ قال لي راه كاين، راه عطاني المعلومات فين كاين. مشي معاه، مشيت معاه وصلنا ذاك الضريح، بقى كيرش بالماء وكيضرب التصبيحات في الورد، بقى كيدور كيدور كيدور. قال لي كاينه هنا فاش كاينه؟ لا ودي محال، هادشي محال واش فيه شي حاجه. قال لي راه كاين فيه. قال لي المهم غادي نمشي تنشوف السي احمد، غادي نرجع عندك. مشيت عند مشينا للدار تغدى، ديتو بالموتور حتى للكوترون. سعيد رافق الفقهاء باش يعينوا مكان الكنز الوهمي، ومن بعد بحث مضني أكدوا ليه بطريقتهم الخاصة عثورهم على المكان المبحوث عنه. مشينا لتما، قالوا لي راه هنا حتى يكون شويه الظلام ونرجعوا. مشينا لتلوات، عشينا في تلوات، رجعنا لديك البلاصه حفروا شويه، انا ما حفرت ما والو. قالوا لي رد البال، رديت البال. ملي رديت البال هما اللي حفروا، جبدوا واحد اللوحه ديال القبص، ولكن في ديك الساعه ما عرفتش واش ديال القبص. خباوها قالوا ديرها، هادشي راه تحول، راه كاين في واحد المنطقه سميتها تفراتين بين زاكوره ورزازات. سي عمر رفقي اللي معنا هو المريد ديال الحاج، رجح عند عبد الصادق، لكن هذه المره ماشي بوحدو، بل جاء ومعه الفريق ديالو باش يتفقوا مع الضحيه على ترتيبات عمليه استخراج الكنز. ان شاء الله مشينا شفناها وحددنا البلاصه ديالها، ان شاء الله من دابا واحد يومين ان شاء الله بالليل غنمشيو نجبدوا داك الخيط، تنفع حتى انت وتنفعوا حتى حنا. ديك الارض ديالك راه فيها كنز كبير تبارك ان شاء الله. نتي ان شاء الله، المهم ان شاء الله كل شيء غادي مزيان. مده 3 ايام ورجع، جا مع ولد الحاج، هضر مع الحاج. قال لي هما جايين في الطريق في تيزنيت، قال لي غادي يخرجوا مع الربعه ديال الليل. قلت لهم سبخ سيدي غادي نتلقى لهم في الطريق. ملي وصلوا واد الملح، قال لي السي علي واش كتعرف الطريق؟ وريت ليه الطريق، انت عرفتي الدار. جاوا للدار ديريكت، تهليت فيهم كلاو وشربوا. من بعد استخراج الكنز، عبد الصادق توهم أن حلمه في امتلاك الثروة أصبح حقيقة، لكن للأسف ما كانش متوقع أن الآتي أعظم، وأنه غيصبح مهدد بالسجن بتهمة ما ارتكبهاش إلا ما مكنش أفراد العصابة من المبلغ المطلوب. جبتو المهم قال لك بدا كيحفر، دار الماتيريال ديالو بدا كيحفر. قال لي تحفر معايا الكلام، اسمح لي انا ما عنديش مع داكشي ما نقدرش نحفر. صافي جلست في التيشاع خديته هو كيحفر، عطاني البيش شديت ليه الضو كيحفر. المهم جبت فاش جبت الصندوق جبت حل فيه واحد جوج بولات حمرين شاعلين، الله اعلم.
جوج بولات حمرين شاعلين قالك راه ليا قوت هذا وفي شي قزدير وسميتو قال لك الناسي دابا فاش جبد الناس سميتو المهم الناس ما عادش داير تعطنو قالك نصلي واحد جوج ركعات دي واخا سعيد تفاجأ بالصندوق وبالمحتوى ديالو، لكن تفاجأ أكثر بأفراد العصابة وهما كيتهجموا عليه وكيتهموه بجرائم ما عندوش يد فيها. حتى رجعنا حتى الليل تعشينا خرجنا مع 11 ديال الليل مشينا لتما دينا ربنا الفاس مشينا لتما هز ولد الفقيه الشقر وهو كيحفر انا كنرمي بالبلا حتى جبد واحد الصندوق صغير السي عمر نعم السي تهي الريح وارتاح مع راسك لا نعاونكم ماشي على خير تحضر تعليك مع خير كسلاك يد الله مع الجماعه ارتاح مع راسك وريح ان شاء الله اشرب هاد شويه البركه ديال المصب قول بسم الله بسم الله بسم الله هكاك السيناريو نفسه تكرر مع جميع الضحايا لكن الطمع في تحسين الوضعية المعيشية خلى الضحايا يصبحوا متهمين بجرائم من العيار الثقيل واللي في نظرهم ما يمكنش لهم يتملصوا منها إلا بالانصياع المطالب العصابة درنا العشاء ديالنا تعشينا اللي تعشينا عيط على مول واحد واحد مول التاكسي واحد المرسيدس عيطوا عليه الدونة وصلنا تماك قال للمول التاكسي واش غتبقى هنا ولا غتمشي قال لي واخا غادي يبقى قال لي لا المهم غير سير سير وختنا محتاجين بيك غادي نعيطوا عليك مشينا في ديك الشعبه في ديك الواد وانا ما قدرش نمشي حتى ما دخلوني غير هنا نمشي قال لي لا لا ارزاد ودواليه بلا بيل توصلنا ديك البلاصه قال لي كنت غير ريح هنا ما دير والو جبت واحد القراعه ديال الماء درت فيها شي ورق عاي قال لك شرب شويه الماء باش ما تخاف الا شفتي حاجه ما تخافش شرب داك شويه الماء ملي شرب داك الماء الصناعي بما ما بقاش عندي العقل ديال نهرب ولا اعطاني ند جوج عواد ديال الند شعلهم وعطاهم لي شديتهم وبقى صاحبو كيحفر هو كيقرا ها عاريه جنون ها عاريه جنون ها عاريه جنون ها عاريه جنون بقى كيقرا تا جبدو ديك السيدي قاري الله جبدوها هنا تتكون المفاجأة أنهم اللي تنتقلوا لذاك المكان تتكون العملية ديال الحفر العملية أنهم تيقراو تتكون واحد الطقوس اللي هي معينة وتيكون واحد يعني الأفراد ديال العصابة تيكون بعض منهم من هامك في ديك الطقوس مع الضحية وتتكون واحد الحالة ديال ترقب واحد الحالة سيكولوجية معينة واحد الفجأة يعني في واحد ظرف معين تيكون واحد المود باس بيناتهم هذا المود باس يقدر يكون تيتردد نفس الجمله او لا تيرفعوا من الصوت ملي تيقرا ولا تيضربوا الى اخره على حسب
الكود اللي تيتفقوا عليه. كاين افراد اخرين ديال العصابه اللي هما معروفينش هنا تيجيو تيهجموا على دوك الناس اللي تيديروا الطقوس. هذوك اللي تيهجموا اما تينتحلوا الصفه ديال افراد ديال الدرك الملكي، او لا تينتحلوا الصفه ديال القائد ديال السلطات المحليه، او لا احيانا تتكون عصابه ديال الناس ديال الدوار مدججه بالهروات وبالسلاح الابيض. سعيد هو الآخر سقط في الفخ بنفس الطريقة وتحول من شخص كيحلم بامتلاك المال إلى شخص مضطر يهبو خوفا من أن يتعاقب على تهمة تلفقات ليه. يلاه جبدوا من تما، جاوا شي سبعه الناس ولا ثمانيه، كل واحده اشنو قاب شي حاجه هز العصا، شي هز الموس، شي هز البالا، المهم كيهددونا. قال لي واحد فيهم راني انا جدرمي. قلت له ودي ماشي مشكل، الا كنت جدرمي ما درنا والو. قال لك ودي راه قتلت واحد البنت هنا، راه دردو هادي. وبدا ذاك الفقيه كيبكي. ملي كيبكي داك الفقيه قال ودي راه السيد راه غير جبتو، راه هاد المشكل انا اللي درتو ماشي هو، هاد حتى تفتني. قال لي راه لاكارت ديالك. قلت له دير لاكارت ديالك، راه ما عنديش. قال لي داك الفقيه غير عطيه لاكارت ديالك. عطيتو لاكارت ديالي والوراق ديال الطوموبيل، لحقاش انا اللي ديتهم بالطوموبيل ديالي. عطيتو الوراق ديال الطوموبيل، قال لي راه لا بدات تعطينا 40 مليون الا بغيتي تخرج في هاد المهنه. المهم قلت له ودي راه ما عنديش 40 مليون، الا بغيتي 100 درهم هاد 100 درهم اللي كدور عندي. راه ما عنديش لا 40 مليون لا 50 مليون، فين غادي نلقى لك الفلوس؟ عبد الصادق من الضحايا اللي ما كانوش كيمتلكوا المبلغ اللي طلبات منهم العصابه، الشيء اللي خلاه يقترض من عند العم ديالو 10 مليون باش يؤدي ثمن حريته. الله يرحمك والدي عندنا. الله يرحمك والدي. صافي هذا هو اسمي ديالي. انا ما ندي اكبر، والله ما ندي اكبر، والله ما ندي اكبر. راه عمي الله يرحمك والديك، صافي ورسل بالك شي حجه ورسل بالك ان شاء الله اكثر ان شاء الله ان شاء الله. الله يرحم والدينا عمي. يلاه عمي نمشي باش ناخذوا العرض. مختلف الضحايا كاين فيهم اللي نصبوا عليه وداو ليه 5 مليون سنتيم، كاين اللي وصلوا معاه حتى 15 مليون، كاين اللي اضطر انه يقترض عند ناس اخرين عند الاقرباء ديالو، كاين اللي اضطر انه يدير قرض في البنك او الجمعيات ديال القروض الصغرى. وهنا تجي مرحله اخرى حول الاتفاق على كيفاش غادي يعطيهم الفلوس بلا ما يحصلوهما. اما تيتفقوا باش هو يرسل لهم الفلوس عبر مثلا البريد او لا شي كونت ديال وكاله ديال ارسال الاموال. والاشاره هنا ان هذه العصابه هذه كانت فتحت واحد الحساب بواحد الاسم ديال واحد الشخص اللي ضاعت منه البطاقه الوطنيه ديالو. والله الا تصيد درهم ان شاء الله تعالى. عبد الصادق ما كانش كيملك في راس ماله اكثر من مليون ونصف، الا ان خوفه من المستقبل المجهول خلاه يسحبها ويعطيها للعصابه بدون ما يفكر ولو لحظه انه وقع ضحيه عمليه نصب. غير اللي كيشي عمري يعني معليش نتعطل ان شاء الله. يلا انا مهم ان شاء الله. يلا اللهم استر ان شاء الله. يلا انا مولانا السلام عليكم. وقف علينا على جدان ديال جدرميه، هذاك اللي كيمثل جدان وبغابه والسيرفيس ديمين وابو غاب هو القايد. وقفوا علينا، قال لي كيجيو هذيك الشيباني بن الشيباني الاخر كتقتل عباد الله هنا، قتلتي البنت عندها 24 عام واش ماشي حشومه عليك؟ تا دير انا ما قتلت والو، ما شفت والو. قال لي شكون اللي جابك؟ قال لي الناس اللي جابوني لهنا، الى عجبنا الصندوقه. قال لي كان المهم غاتجيب 20 مليون، غاتمشي تجيب لي دبر لنا في 20 مليون وندقوك باش نصيفطوا هاد الناس
اللي مولين البلاد نصيفطوهم وحنا وياك غادي نفرقوا الصنديقه. جابوني بالطوموبيل تاع طرح دستاسيون في تجميل الجديد حطوني مشيت للدار. هما رجعوا وانا مشيت للدار. تفيت تاع الصباح نط مشيت كندبر على الفلوس. كان عندي مليون مليون في البنكة تيريتها عيطت عليها قلت لها ديرها ما لقيتش الفلوس. قال لي شحال عندك شحال لقيت مليون ونص. قال لي جيبها لي حدا القصر البلدي. جبتها لي عطيتها لي وعطى لي لاكارت ديالي رد لي لاكارت ديالي. قال لي كاسر دبر هذا الشيء اللي خصك. واش تعطي لي هذه؟ هيا شوف هيا شوف الله يرحمك سيا كاملة كاملة مكمولة ودي سيدي المرة غادي نعطيك الكرمي ديالك ولا كارت ناسيونال نعم تراك تصوب نعم سيدي كلشي مريقلة سيدي كلشي مريقلة والفخا سيدي هذوك زوج فخا سيدي الله يرحمهم الوالدين كنقرروا حنا فوقاش غنقوم واقيين عندنا مرحبا سيدي مرحبا يلا السلام عليكم. هنا تتكون المفاجأة الضحية تلقى راسو في واحد الوضع يعني تنتقل لواحد الوضع سيكولوجي انه تيتسنى الكنز لاخره الى واحد الوضع اللي هو انه ضحية والاخرين تيتهموه انه ارتكب جريمة اما ذبح اما قتل امرأة او شي طفل معين انهم دفنوه الى اخره وبالتالي تيلقى راسو انه تيتهموه انه ارتكب جنايه ديال القتل وتهدوه انه غتكون عنده 20 عام ولا 30 عام ديال الحبس. هنا تتبدا مرحله اخرى ديال الابتزاز ديال الضحيه تيتقمصوا مختلف الادوار يعني باش ينتزعوا منه تيطلبوا منه واحد المبلغ مالي اللي هو عالي جدا وتيبقاو يتفاوضوا معاه تيحيدوا ليه البطاقه الرماديه ديال السياره ديالو يعني الكارت غريز تيحيدوا ليه اوراق السياره البطاقه الوطنيه وتيقول ليه انت راه مهدد بالسجن. هنا تتبدا المفاوضات وتتبدا الاتفاق على كيفيه يعني كيفاش غادي يفلت من هاد الورطه هذه وتيضطر انه يسدد داك المبلغ. الفقيه اللي كان في الاولى قال لي سميتو الحاج علي قال لي يا ودي غير فك مع دوك الناس عطيهم 13 مليون راه غدا ان شاء الله غادي عهد الله غادي تجيك الامانه ديالك بالدوبل غير ما تخليش دوك الناس يتكرفسوا. المهم جيت مشيت طبرت على 13 مليون جبتها معايا مع 8 ديال الصباح هضرت معاهم قالوا لي اجي خر جا عندي داك اللي قال لي راني جا درمي عطيت له 13 مليون قال لي سير ضرب دوره وجي. المهم ضربت دوره بالطوموبيل ديالي رجعت ما لقيتوش. سليم لاباس لاباس الحمد لله بارك الله فيك. الامانه الامانه موجوده هاي راه خويا لاباس الحمد لله. ما غاد اخر ناسيونال ايه شفت البوليس ايه ايه وهذيك الامانه تاع الله انت غادي نمدك لي اخوتي انت يقسموها على بالي اخوتي مشيت تنعيطوا عليك نتصلوا بك ونتفاهموا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا السلامه ان شاء الله. صافي كيهضر المهم دار معايا نجيب لي 10 المليون الصباح مع 10 ونص هذيك ولا 11 جبت لي 10 المليون خدع الفلوس صدت لي لاكارت ديالي قال لي هاكا اللي بقاتنا واش بغيتي البطاقة ديال صاحبك قلت لها غير ردها لي قال لك المهم انا من هنا لواحد نص ساعة وانا غادي نجيبو لك حنا نجيبو نحطو هذيك ملي نوصلو للمدينة نعيطو عليك ونتلاقى بيه انت قلت لها واخا عطيتو 10 المليون ورجعت فحالي. صافي عطيني لاكارت السميه ديالك باش نوصلها لك. غير هضر معايا ذاك الفقيه الحاج علي هضر معايا في التليفون قال لي اودي راه تخاصموا بيناتهم راه لا ضروري تزيد لهم جوج المنايين. مشيت هضرت مع واحد السيد صيفط لي جوج المنايين صيفطها عطوني الكونت ديال سيف ملي جبت وهما سدين التليفونات ديالهم وكيعيط لي هذا الحاج علي الفقيه
اللي عنده مدرسه قرانيه و500 تلميذ. هذا كيهضر معايا قال لي ودي سير غدا ان شاء الله راه غادي توصل الامانه ديالك لواد المالح كاع ما تعيش راسك. مشيت بتحتر الصباح كنهضر معاه في التليفون مره كيهضر معايا راني وصلت لوكوم راني وصلت طازناخت راني خرجت من طاطا حتى ود العشاء. ملي ود العشاء طفات التليفون ديالو. ملي طفات التليفون ديالو مشيت نعست. نط في الصباح جرب التليفون ديالو لقيتها طافيه. قبضت الطاكسي مشيت لديك المنطقه لديك فراتين تقيت على واحد مول الدار قلت له ودي شي ناس راهو جوا هاد الليله كيحفوا على شي كنز هنا راه تقبضوا. واش قال لي ودي لا راه حتى واحد ما تقبضش راه نصب هادوك واش داو لك شي حاجه. قال له ودي راه ما داو لي والو. فيها قال له ودي راه ما داو لي والو. جيت بحالي مشيت بقات في هذيك الدوخه مشيت واحد شي ايامات جيت درت ديك الديكلاراسيون ديالي. عمر اليوم اكتشف عن طريق صديقه ان تعرض لعمليه نصب من طرف افراد العصابه فما كان بيده غير يلتزم الصمت خوفا من نظره المجتمع وينتظر فقط اليوم اللي يتم فيه القاء القبض عليهم. ملي مشيت للبلاد وكنت كنعاود لواحد صاحبي قلت له ودي ها شوف عليها شوف عليها قال لي راه ماشي غير انت راه كاين واحد السيد اخر نصبه. قلت له شكون هذا؟ قال لي واحد ولد اختي راه نصبه راه داو ليها 14 مليون انت داو ليك غير مليون ونص هاد السعيد راه داو ليها 14 مليون. قلت له ودي دعيناهم للحق سبحانه. قال لي كون المهم قال لي سير سد فمك هادوك راه غادي يتشدوا غادي يتشدوا. مشيت سكت سعيد مسكين مشى كيجير شي حيت مشات لي 14 مليون مشى كيجير شي حتى لقاهم. سعيد ما قدرش يتقبل انه وقع ضحيه النصب الشيء اللي خلاه يوضع خطه مع صديقه والاخ ديالو بتنسيق مع رجال الشرطه من اجل توقيف العصابه. يطلب هذا فين كاينين؟ ايوه شوف فين وصلوا. باش تكون الضربه ديالهم هنا ان شاء الله. هذه هي البلاصه. هذه هي فين هنا فين غنشدوهم. الو السلام عليكم سيد الحاج كي داير صافا لاباس عليك كلشي بخير فين وصلتي لعمات؟ يلا يا سيدي يعني كنتسناك في البليصه صافي؟ يلا واخا سيدي صافي عليك. ان شاء الله شوف راهم جاو دابا قربوا يجوا تمشي بشي الضغطه معايير ولكن شوف اش غدير غتركبهم ياك؟ اه دير لهم السماطي والسنانه حتى داكشي يكون هاني انت هذا داكشي يكون هاني. الله يحفظك الله يحفظك. واحد المره خدمت في طيب حرب كنحد في طيب حرب هضر معايا واحد السيد قال لي اودي الا بغيتي الامانه ديالك تعطي لي 10000 درهم ونوري لك داك السيد اللي دا لك الفليسات. قال له ودي غير رد لي الفلوس ديالي نعطي لك 20000 درهم ماشي غير 10000 درهم. المهم ك جرجرتو حتى جيت لورزازات درت ما قلت له ودي صيفط لي السميه ديالك وصيفط لي النمره ديال لاكارت ديالك وفي البرصه فاش كنتي. المهم صيفط لي السميه دريس اسماعيلي علوي ما دارش لا المدينه وما دار لا والو. قال لي راني صيفط لك راه كنتسنى. قال له ودي اجي نتلاقاو في شي قهوه وقعد الفليسات ديالك ولا نعطي لك الشيك وريني صاحبي. قال لي لا حتى تعطيني 10000 درهم عاد نوري لك صاحبك. مشيت سقسيت مشيت عند الوكيل قال له ودي شنو كان قال لي لا راه هذاك راه غادي ينصب عليك عاوتاني غادي تزيد ديك 10000 درهم ديك ال 15 اللي مشات لك صافي. ملي قال لي هذاك الشيء مشيت قنعت ولكن كنقلب مع المده لحقاش هادشي اللي كنعاود راه طرا ليا في 3/3/2012 حتى 11/12/2013 هضروا معايا عاوتاني طاحوا في النمره ديالي غلط غير غلط ماشي طاحوا في النمره ديالي غلط. قال لي واش لقيتي دوك البلايص اللي كنقلبوا على اللي وصيت عليهم؟ قلت له راه لقيتهم بشحال هذه وانا كنتسناك تجي علاش ما جيتيش؟ المهم قال لي راه واحد 15 يوم راني كنت في الرباط غنرجع على التفراوت راه غادي نهضر معاك. مشى 15 يوم هضر معايا في التفراوت قال لي راه واحد السيد غادي يهضر معاك في ورزازات هضر فيه انا يلا تقطع داك السيد هضر معايا داك الاخر داك الاخر صاحبه في ورزازات. قال لي اودي راني كنتسناك في ورزازات درت معاه الميعاد درت معاه قال له اودي 11 ديال نهار الاثنين راه غادي نجي لعندك نتلاقاو. نهار الاثنين وصلت ل 11 مازال ما تبرش على الخطه اللي غادي ندير انا درت نسق مع البوليس وكل شيء. فضل سعيد خطه المحكمه تمكنت الشرطه من توقيف الحاج زعيم العصابه ومنتحل صفه قائد الدرك الملكي وبالتالي تقديمهم للعداله.
المهم قلت له خويا ودي شنو كاين شنو كاين، راه دوك الناس اللي داو لي رزقي راهم جايين، راه غادي نقبضهم هذه الليله ان شاء الله. قال لي ماشي مشكل. انا هضرت مع الوليد قلت له ما ودي شنو كاين شنو كاين، قال داروا الخطه ديالهم. جيت للمحطه تسيت الطوموبيل حدا الكوليج ديال الحزام، تسيتها تما، مشيت انا وخويا للظلام، داك الدري مشى معاهم. ملي تسلموا معاه رضي فيه الله قالوا مقبول، طلعوا من الطوموبيل داروا حزام السلامه وطلع الفرين الله شعل الضو. جيت لعندهم قلت له فين غادي داك النصاب راهم شفاره. قال لي عهد الله احنا ماشي شفاره، والله الا انت الشاف ديالهم، راك انت اللي ديتي 15 مليون في 2012 وبديتي وبلدي لينا ماشي. وهو قال لي راه ودي راه عندنا ولادنا راه حشوم علينا. قال لي راك انت يلا عاد عرفتي واش ولدتي، راه حنا راه ثلاث سنين هذه ولادنا راها تكرفصين صافي. المهم بدا الجدال بيناتنا حتى جا البوليس. شنو عندك اشرف؟ انا جاي ندير واحد التبليغ. علاش؟ على شي ناس نصبوا عليا. منين؟ انا عندي واحد المده واحد السيد سميتو الحاج كيتصل بيا بالتليفون، كل مره كيتصل بيا كيتصل بيا تيقول لي ودي عندك واحد كاين واحد الكنز كاين واحد الارض. منين؟ واحد بدات واحد المده ديال شهرين هو يتصل بيا وانا مقصان يعني غادي يكون خير غادي يكون. من بعد إلقاء القبض على أفراد العصابة، عبد الصادق خرج من صمته وقدم شكايته في حق النصابة اللي استطاعوا ينتزعوا منه 10 مليون عن طيب خاطر. بالليل غادي نمشي لواحد البلاصة غادي نخلبوا فيها على الكنز. السؤال علاش هادو لمدة 10 سنوات يعني ما تمش الاعتقال ديالهم ما تفضحوش إلا مؤخرا. ملي طرحنا السؤال على الضحايا كانت الإجابة ديالهم انهم خافوا يعني ما عرفوش يعني السياق القانوني واش هما ضحايا واش هما مجرمين واش ارتكبوا شي حاجه واش غتكون مساءله قانونيه على سبب على حسب التبريرات ديال الضحايا. السبب الثاني ايضا كاين العامل اللي هو عامل سيكولوجي نفسي. الضحايا ما تيبغيوش مثلا باش يبانوا قدام القبيله ديالهم انه تشمات ويبقى يتردد على الالسن لعباد الله، تيفضل انه يصبر ويتألم مقابل انه غادي يكون شوها قدام القبيله ديالو. قسم الهضره ديال الناس، قسم الهضره ديال الناس، يقول الناس راه ما قدا كاع والو في الميناء وما قدا كاع والو مع الشركه، هو كيقلب في الحفاري بلا معنى. انا ما باقي نغطي الحفاري، ما بغيت الحفاري، كنشد المنضه ديالتي الله يجعل البركه عايش بها حتى نموت. كفاتني الله يرحم والدي، كفاتني المنضه ديالي، عندي المنضد ديال الاكسيدا، عندي المنضد ديال التقاعد، كنشدهم كنريح مع راسي، تهنيت مع راسي. وجاب الله ديك الرزق اللي شديت عند الشركه ملي خرجت التقاعد، شريت به الدار. لو كان ما شريت به الدار ما غادي يبقى لي والو، غادي نمشي نعطيها عليهم يديوها ونبقى ضحيه، ما نشري الدار من وين ناكلها. انا سلمت نفسي الحاج. الحاج أثناء استنطاقه اعترف بجميع العمليات اللي تزعمها وخطط لها عن سبق الإصرار والترصد. عاود لينا دابا كل شيء تفصيل، ما تزيد ما تنقص، عاود لينا كل شيء نتعاونوا معك. كنصيفط الرجال ديالي كيمشيو للقهاوي ويمشيو يدورو العزمة باش يشوفوا دوك الناس اللي هي وحدهم ساكنة وغاويهم الطمع، باغيين الطمع ومن عزين بوحدهم تيمشيو تيهضروا معاهم تيقول لهم كاين واحد الفقيه راه تيجبد الكنزه وراه مزيان وراه هادي ولا غتولي اسمو. وفعلا ملي كيقنعوهم مزيان كيقنعوهم كيجيب لي النمره ديال التليفون ديالو، كنهضر معاه تنقول له بلاد سي فلان راه كاين واحد الكنز كاين في بلادك ودابا راه بغينا نجبدوه وتعاون معنا، انت غتعاون معنا بالفلوس وحنا غادي نمشيو نجبدوه، وراني فقيه وكنتق الله وكنعرف المعقول ونجبدو غنجبدو ديك البركه ان شاء الله وغادي نقسمو. هاد العصابه اشتغلت تقريبا لازيد من 10 سنوات في النصب على الضحايا، اكثر من 10 ديال الضحايا في ظرف اسبوع. الاسبوع الاول فاش تعتقلوا اللي قدموا بالشكايات ديالهم وصرحوا للشرطه القضائيه في مدينه ورزازات، بمعنى العدد كبير لان كاينين الناس ما ساقوش الخبر واش تشدت العصابه، كاين ناس اخرين ربما انهم ما يبغيش يبانوا ويتعرفوا انهم تشمتوا. وهذه العصابه هذه تستهدف الضحايا في الاقاليم ديال ورزازات زاكوره وتنغير.
يعني لمدة 10 سنوات. إيوا فكرتي طلعتي دير شي مشروع ديالك خاص ديالك وزيد شي فكرتي. الحمد لله عندي داري عندي وليداتي عندي طونوبيلي معناتها ما خصني حتى شي حاجة كيما قلتي الطمع. والله ودي اش بغيت نعرف راسي الا جبتوني انا راه ما عنديش شي علاقه بهذا الشيء كاع. لا راه شديناك متلبس مع السيد اللي تنصب معاه مع الحاج. قلت واه دابا غتعاود لنا كل شيء. والله هذا الشيء الحاج تلاقيت معاه وقال لي يلاه تحرك معايا هنايا توقفتوا علينا ما فهمت انا والو. وحنا راه شديناك متلبس مع ذاك السيد الحاج اللي تنصب معاه فهمتيني. دابا غتعاود لنا كل شيء بالتفاصيل بلا صداع بلا والو تعاوننا وعاوننا ونعاونوك. والله ودي اش بغيت انا ولد الناس وتنخدم على راسي. عندي شي علاقه انايا الحاج هو رئيس العصابه هو اللي جابنا لهنايا قال لك اسيدي القانون ولا هاد الناس تحيدو لهم فلوسهم وهذا تيدوهم تيحفرو بهم كنوزه تنجيو حنا تنوقفو عليهم تبداو تنهددوهم تنحيدو لهم لي كارت ناسيونال كاملو بلا جوندار مره جوندار مره اجودان تنحيدو لهم لي كارت ناسيونال. زهير او منتحي صفه قائد الدرك الملكي اعترف هو الاخر بجميع التهم المنسوبه اليه وبالتالي حكمت المحكمة عليهم بأربع سنوات السجن النافذة. هذا بما يخص يعني الشق القانوني ديال الحكم القضائي يعني صعب باش نقول لكم كافية أو غير كافية لأن المحكمة تحكم بناء على أدلة على وقائع ملائمة هذه الأدلة النصوص القانونية لان كاينين ضحايا اخرين تقدموا بالشكايات ديالهم انه تنصب عليهم ولكن ما تبتاتش الادله واش فعلا دوك الاشخاص دوك اربعه ديال الاشخاص لان كل مره تيتبدلوا تيكونوا اربعه الاشخاص اللي هما اساسيين وتيستعنوا باشخاص اخرين تيقسموا معهم المبالغ الاخرى. يعني المشكل الان ماشي في المده القانونيه 4 سنين او 5 سنين او 10 سنين وانما التحدي الان اللي هو امام الضحايا اللي تفكروا فيه هو استرجاع تلك الاموال. فعلا حكمات المحكمه انه بارجاع المبالغ المسلوبه ولكن كيف متى اشنو هي الاجراءات القانونيه اشنو هي المساطير يعني باقي الان من بعد محكمه المحكمه يعني صدرت الحكم ديالها الحكم الاستئنافي باربع سنوات سجنا نافذه يعني بقات المرحله الاخرى هي اللي تركزوا عليها الضحايا لجبر الضرر ديالهم.